دوك فضلك بنفس سيارة. السيارة كارهة؟ كارهة. ليرة كارهة؟ كارهة. فضلك تفضل معي حبيبي في صندوق حبيبي. ألي ماما. مش تخدم فيها تحديدا. مصر. الشكارة هذه وش فيها؟ الشكارة هذه وش فيها؟ عبطها عبطها. شوف ما مو زطلة. كيف زطلة؟ اه زطلة زطلة. وقفها. بوزيتيف بوزيتيف. ريبيا ريبيا. محاربة كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بن قوس من حجز كمية معتبرة من المخدرات كيف معالج تقدر بأزيد من 2 كيلوغرام. العملية جاءت بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة من المخدرات على متن مركبة سياحية إلى ولاية مجاورة، ليتم على الفور وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الوحدات المجاورة التابعة لكتيبة، وذلك بغلق جميع المنافذ المحتملة للهروب عن طريق تفعيل مخطط السدود الموجهة، أين أسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و 25 سنة لا ينحدران من المنطقة، وحز أزيد من 2 كيلوغرام من المخدرات، وكذا 8 خراطيس صيد عيار 12 ملم، بالإضافة إلى حز المركبة المستعملة في العملية، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 870 في شطره الرابط بين بلدتي باريكا وابو مقر. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.